وموضوع جنة وأماني. جنة خلاص توفت أنا وارتاحت، خلاص البقاء لله. بقاء أماني لله. حاليا وزيرة التضامن أصدرت قرار بإيداعها دار رعاية اللي هي أماني أختها الكبيرة. اللي هي أماني. بالظبط. وتقرير الطب الشرعي بتاع جنة قال إن يعني ما طلعش فيه إن هي البنت تم اغتصابها، يعني قال له امال إنه ليه تقرير تقريبا قرار. المستشفى كان طالع بيقول ان في سقوط في الرحم؟ مش عارفين ده كان يعني محتاجين حد في يطلع يقول تقريبا لنا، محتاجين حد يطلع لسه. يتكلم. ما هو للأسف عشان الأحداث كتير جدا ورا بعض، وكل يوم في كذا حاجة، يعني النيابة تؤمر بإخلاء سبيل، يحصل استئناف، ترجع يقولوا لا طب الحبس، بعد كده الطب الشرعي يقول لا ده ما فيش اغتصاب، يقوم يطلع قرار بإخلاء سبيل الخلان والجدة بس هي المحبوسة. بس أنا في حاجة أنا مش عارفة لو في حد محامي يقدر يفيدنا، هو لما حد بيشوف طفل بيتعذب قدامه، هو مش ده تستر على جريمة؟ يعني أم البنت وخلانها اللي كانوا أكيد الجدة ما صح كانتش بتعذبها في حتة صح محدش شايفها، دي صح عايشة معاها، صح فالخلان والأم محتاجين محامي والبنت. شاطر من يعني بالظبط، محتاجين محامي شاطر. يعني هو بس توصيف الجريمة وإن كل واحد يتحط في، يعني اللي عمله وغلطته تتوصف صح، يعني مش يوجه اتهام مش لايق على الحالة فبالتالي ياخدوا إخلاء سبيل، لا لازم الاتهام يبقى صح. يعني واقعي عشان يعرفوا يثبتوه على المتهم. هو الأستاذ أحمد مصلحي امبارح قال إن هو هيتولى القضية، أما نشوف إيه اللي هيحصل. إن شاء الله أنا ربنا هتابعه تاني يعافينا النهاردة. جميعا. مروة أنا بشكرك جدا 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 يا مروة، بشكرك على المعلومات اللي خدناها منك. يعني كنت محتاجة أخد معلومات من حد متابع الحالات أكتر. هقول حاجة أخيرة في الموضوع ده، اللي يلاقي طفل بيتعذب بيصرخ في حاجة بتأذيه، في يا جماعة خط نجدة الطفل، خط نجدة الطفل رقمه كام؟ رقمه 16016 3 أصفار. تقدروا تكلموهم وتقولوا لهم الحقوا في طفل بيحصل له كذا 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 كذا، أو تتدخل شخصيا لحد ما نجدة الطفل تيجي. لكن ما ينفعش أشوف طفل وأسمعه بيصرخ وأعمل نفسي مش موجود وأعمل نفسي مش سامع. إحنا من إمتى كده؟ من إمتى بنسمع أطفال بتصرخ وبتستنجد بحد وإحنا نسيبها؟ من إمتى؟ يمكن أنت ربنا خلاك تسمع عشان عايزك إن أنت تقول، وإلا خلاك تسمع ليه؟ ازاي تسمع وتعمل نفسك مش موجود؟ انا مش مصدقه ان جنه واماني وسما كانوا بيصرخوا ومحدش سمعهم من الجيران ولا مره، ليوصلوا للمرحله دي من التعذيب ومحدش سمعهم. اكيد لا، اكيد في حد سمع. ازاي ما حد، ازاي سكتوا؟ ازاي ساكتين؟ وليه كلهم من نفس المحافظه؟ الفتره الاخيره كل طفل بيحصل له كارثه بتبقى من نفس المحافظه، ليه؟ عشان ايه؟ في ايه بيحصل؟ ففين المحافظ يا سياده المحافظ؟ شوف ايه بيحصل في المحافظه عند حضرتك.